نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. الحجاج يتوافدون على المسجد الحرام في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك لأداء طواف الإفاضة غداة أدائهم الركن الأعظم بالوقوف بعرفة. وعيد الأضحى المبارك يحل على الفلسطينيين وقطاع غزة مدمر تحت طائلة العدوان الإسرائيلي. في المملكة يومه الأحد آخر أيام اقتناء الأضحية عشية العيد، نقف عند الوضع والعرض والأثمنة في سوق حد سوالم نواحي الدار البيضاء. وفي فقرة ضيف الأحد في آخر هذه النشرة نستضيف اليوم الممثل والمخرج حميد زيان. يومه العاشر ذي الحجة بالديار المقدسة، ثالث أيام مناسك الحج وأول أيام عيد الأضحى المبارك. الحجاج وغداة أدائهم الركن الأعظم بالوقوف بعرفة تقاطروا منذ منتصف الليل وقبل فجر أول أيام العيد المبارك على وادي منى قرب مكة المكرمة لرمي الجمرات قبل العودة مجددا إلى مكة المكرمة لذبح الأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام. جليلة بن فتان. وسط أجواء يطبعها الخشوع والإيمان والدعاء والتضرع إلى الله بالتوبة والمغفرة وتحقيق الأمان والرغبات، توجه ضيوف الرحمن مع بزوغ فجر هذا اليوم إلى مشعر منى لأداء واحدة من آخر مناسك الحج وهي رمي الجمرات، فشرعوا في رمي جمرة العقبة بسبع حصوات جمعوها يوم أمس من مزدلفة التي نفروا إليها من صعيد عرفة حيث أدوا ركن الحج الأعظم. وبعد رمي الجمرات في مشعر منى يقوم الحجيج بنحر الأضحية ويتحللون من الإحرام، ثم يحلقون رؤوسهم ويتوجهون بعد ذلك إلى الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج. بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق ثاني وثالث ورابع أيام العيد في مشعر منى ليكملوا رمي الجمرات الثلاث. ومع إنهاء ثالث أيام التشريق يقوم ضيوف الرحمن بإنهاء مناسكهم ومغادرة مشعر منى للقيام بطواف الوداع في مكة المكرمة. ولأداء هذه الرحلة الإيمانية في ظروف جيدة، أكدت السلطات السعودية أن حركة أكثر من 1,800,000 حاج قد اتسمت بالسلاسة والإنسيابية. ومن مشعر منى حيث يقوم الحجيج برمي الجمرات التي جمعوها من مزدلفة قبل نحر الأضحية، نتابع مراسلة مبعوثين يوسف ويشو ومحمد شحيمة. إقبال كبير في أول يوم رمي الجمرات هنا بمنى الذي يصادف أولى أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما قضى الحجاج ليلة أمس بمزدلفة جمعوا خلالها حصيات الرجم التي سترمى طيلة أيام التشريق. أما اليوم فسيرمون سبعا فقط وهي جمرة العقبة. البارح مشينا لعرفة، أدينا الوقوف في عرفة على أحسن ما يرام، وبتنا في مزدلفة والحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير، وجينا لرمي الجمرات حتى يديناها على أحسن ما يرام. مشينا لمزدلفة صلينا تما، جينا على رجلين ورمينا الجمرات، دابا غادي نباتوا هنايا غدا إن شاء الله عاود غادي نكملوا المناسك ديالنا. احنا امبارح بيتنا هنا في المزدلفة وجينا الصبح رمينا الجمرات ولسه مخلصة دلوقتي حال. ولرمي الجمرات دلالة عميقة تظهر مخالفة الإنسان لهوى الشيطان وإذلاله، كما فعل نبينا إبراهيم عليه السلام حينما رماه بسبع حصيات في هذا المكان. وتأسيا بسنة الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال: خذوا عني مناسككم. اليوم جينا درنا رمي الجمرات، الجمرة الكبرى، والحمد لله الآن احنا رايحين باش نتحللوا من هذا الإحرام، بعد إن شاء الله نديروا ايام التشريق. الحج السنه دي هو زحمه جدا بس الحمد لله منظم يعني لحد ما،
ما شاء الله الناس كلها متعاونة. بعد رمي جمرة العقبة الذي يبتدئ وقتها منذ فجر يوم العيد إلى غروب الشمس، يحق للحاج الحلق أو التحلل من الإحرام، وهو ما يسمى بالتحلل الأصغر. بعد ذلك يتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة إذا كان متعجلا، أما إذا كان غير ذلك فيحق له المكوث هنا بمنى طيلة أيام التشريق واستكمال رمي الجمرات. وعبر العالم نحو 1.9 مليار مسلم من جنسيات وثقافات مختلفة ومتنوعة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وأول أيام العيد يومه الأحد في العربية السعودية إذن، وفي كثير من الدول الإسلامية الأخرى بينها مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، فيما يحتفى بالعيد غدا الاثنين في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان وطبعا هنا في المملكة. وفي فلسطين المحتلة يحل عيد أول أيام عيد الأضحى المبارك يومه الأحد، وقطاع غزة مكلوم تحت عدوان إسرائيلي متواصل منذ أزيد من 8 أشهر. في جديده هذا العدوان أعلن الاحتلال الإسرائيلي هدنة وصفها بالتكتيكية في جزء من القطاع. مريم تركة. في جو من الحزن وشبح المجاعة يحتفل سكان غزة اليوم بعيد الأضحى بعد 8 أشهر من الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة حماس. ستتناول العديد من الأسر أطعمة معلبة في مخيمات اللاجئين التي فروا إليها خوفا من الغارات الإسرائيلية التي دمرت منازلهم بقطاع غزة. الأسواق المحلية تعاني نقصا حادا في اللحوم والماشية، ما حرم الكثيرين من إمكانية شراء الأضاحي وإعداد الولائم العائلية المعتادة. ومن جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيلزم هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية يوميا في قسم جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن هذه الهدنة ستطبق من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساء كل يوم وحتى إشعار آخر، انطلاقا من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالا. وقد تم اتخاذ هذا القرار إثر محادثات مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى. ويأتي هذا الإعلان الإسرائيلي عن هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية في وقت تتقلص الآمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب تمسك إسرائيل وحركة حماس بمطالب متضاربة، ما يضعف فرص الموافقة على الخطة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيدها مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي. مظاهرات مناهضة لليمين المتطرف في فرنسا، أزيد من 250 ألف شخص بحسب السلطات وأزيد من 640 ألف شخص بحسب الكونفدرالية العامة للعمل، خرجوا بدعوة من نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية لدرء فوز جديد لحزب التجمع الوطني الذي يبدو في موقع قوة مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد تفوق اليمين في الاستحقاق البرلماني للاتحاد الأوروبي. نعود وطنيا بما يرتبط بعيد الأضحى المبارك. اليوم آخر أيام اقتناء الأضحية، عشية يوم النحر، الأسواق المخصصة للماشية يختلف الإقبال عليها بحسب المناطق وبحسب المعروض من الرؤوس. 36 سوق وطنية موفرة لهذا الغرض بحسب وزارة الفلاحة، يتم تعزيزها بأسواق جديدة مؤقتة تحدث خصوصا لهذه المناسبة الدينية. ومن أحد أسواق بيع الأضاحي من السوق الأسبوعي حد سوالم تنضم إلينا مفادتنا جيهان الدبلالي. أهلا وسهلا بك جيهان، كيف هي الأجواء وكيف هو الإقبال والأثمنة في آخر يوم قبل العيد المبارك؟ نعم
نعم زهرة، نتواجد في هذه الأثناء هنا بالسوق الأسبوعي حدس ولما الواقعي جنوب الدار البيضاء شمال الجديدة، وقد سجلنا قبيل هذا البث المباشر ونحن نتفقد السوق ما زالت الأثمنة ملتهبة ولا يمكن العثور على أضحية متوسطة بأقل من 4000 درهم. نفس الأضحية كان ثمنها لا يتجاوز في السنوات الماضية 2000 درهم. جميع أنواع الخروف متواجدة لكن الطلب يعني العرض يفوق الطلب والغلاء سيد السوق. زهرة، سجلنا كذلك تواجد الوسطاء أو الشناقة وغياب الكسابة، وهذه مسألة تساهم في رفع الأسعار كما يؤكد أهل الاختصاص، بالإضافة إلى باقي العوامل الأخرى كتوالي سنوات الجفاف وكذلك الأزمة الأوكرانية الروسية التي ساهمت في غلاء الأعلاف مما أثر بشكل مباشر على ثمن الخروف. إذن لا يمكن العثور على كبش بثمن متوسط أو ثمن مناسب، وهذه السنة كسرت يعني السوق هذه السنة كسر قاعدة أضحية جيدة وبالثمن المناسب. زهرة. طيب جيهان، بعض الأسر وكثير منها ربما يعول على اليوم الأخير من قبل العيد لانخفاض الأسعار، إذن هذا المعطى ربما لم يكن حاضرا ولو نسبيا اليوم. نعم زهرة، كما تشاهدون ازدحام شديد اليوم وهو آخر الأيام قبل عيد الأضحى، ازدحام داخل السوق وخارج السوق كما تشاهدون لكن بدون اقتناء. يعني التقينا ببعض الأسر قبيل هذا التسجيل التي أكدت أنها تتواجد بهذه السوق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم منذ 5 صباحا، لكنها لم تعثر لحد الآن على أضحية مناسبة ولا أمل في ذلك، وربما يكون الأمل زهرة في عشية هذه اليوم لانخفاض الأسعار بالسوق ولتتمكن جميع الأسر المغربية بالاحتفاء بهذه الشعيرة الدينية وتلتئم الأسر وتفرح العائلات كبار وصغار. زهرة، شكرا لك جيهان الدبلالي، كنت مباشرة معنا من حدس والم نواحي الدار البيضاء. وعيد الأضحى المبارك مناسبة يرتفع فيها بالضرورة وبشكل متزامن استهلاك المياه. أمام ذلك وتحت وطأة ارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في مستوى الموارد المائية بالمملكة، يدعو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يدعو إلى ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية واستعمالها بشكل مسؤول ومعقلا من أجل المساهمة في الحفاظ على الموارد وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. المكتب يدعو أيضا عبر بلاغ له إلى الحرص على جمع مخلفات الأضاحي داخل الأكياس البلاستيكية وتفادي رميها في شبكات التطهير لتجنب اختناق هذه الأخيرة. وفي عيد الأضحى وما يترتب عنه من بقايا الأضاحي ونفاياتها دور كبير يلعبه عمال النظافة في لمسة وفاء واعتراف. نظم المجتمع المدني بتارودانت حفلا لتكريمهم نظير جهودهم المبذولة لأجل الحفاظ على نظافة المدينة. ريبورتاج يونس رفيق، تحرير نادية اليوبي. تنحني هامتهم لتلتقط ما لفظته أكياس المارة من نفايات وما تخلصت منه أيديهم من قمامات ضاقت بها أكفهم واتسعت لها الشوارع. عمال وعاملات النظافة أولئك الذين آثروا الشموخ على أنفسهم يتوسمون نظافة أحيائنا دون كلل ولا ملل. تلقى السيكتور كله بحال ما درتي والو، انسان خصو يتعاون معنا حنا عمال النظافه، يشوف من حالنا انسان ماشي غير ياكل ويلوح عوار يلوح احترم البيئه ديال المدينه ديالو. كنشكروهم وكنتمناو ان من الساكنه انهم يتعاونوا مع عمال النظافه لانهم حتى حنا جزء من هذا المشكل، لاننا حنا هما اللي الازبال وهما كيجمعوا لنا الازبال ديالنا فقط. من شيم الارواح النبيله العرفان بالجميل وذكر محاسن الاخرين. وفي الليلة التي خصصت لتكريم عمال وعاملات قطاع النظافة بتارودانت كان الحديث عن شموخهم المستثري خلف عملهم في جمع النفايات، وكانت عبارة الشكر تقف على طرفي الشفاه عاجزة عن وصف فعل قل ما يقال عنه
إنه من فعل الكبار. الحمد لله على التكريم اللي كنا كنتظروه مدة أعوام هذه، ومستوى كبير بأن فرحنا كبير وفرحة الجماهير الردانية على التكريم اللي ما كنا كنتظروه هذا أعوام. طأينا أنه يتم تكريم عمال النظافة، بل نكرمهم يوميا لأنه كيخدموا صباح وعشية، كيخدموا في الأعياد، ما كتكونش عندهم عطلة. لذلك أتوجه لجميع الساكنة أن يساعدونا ويساهموا في نظافة البيئة باش حنا نحاول نخفوا على هاد الناس. قد تبدو البذلة هذه عصية على الحمل، فعلى كتفي من يرتديها تلقى مسؤولية الحفاظ على جمالية الشوارع والأزقة. هم مهندسو الجمال والرونق ويستحقون أكثر من الشكر وأكثر من الامتنان والكثير من الاحتفاء. الانشغال باقتناء أضحية العيد لم يكن لينسي اقتناء الزي الذي يليق بطقوس الفرح. في طنجة تنوعت عروض الأزياء التقليدية التي يكثر عليها الإقبال خلال مناسبات الأعياد الدينية لدى الرجال والنساء. ريبورتاج من أحد فضاءات التسوق بطنجة لصديق بن زينة فاضل سعدني. ولمائدة عيد الأضحى زيها الذي يليق بهذه المناسبة العظيمة. هنا في معرض التسوق بطنجة الكل يجد ضالته من المقتنيات المرتبطة بالألبسة التقليدية الخاصة بمناسبة الأعياد، فالانشغال بأضحية العيد لم يحجب الاهتمام باقتناء مستلزمات التحلي بأجمل طقوسه. مناسبة عيد الأضحى الناس كيقتنيوا الأضحية ديالهم، وحنا العيالات كنبغيو نفرحوا وليداتنا ونفرحوا ريوسنا باش نكونوا في كل أناقة. المرأة المغربية معروفة بالأناقة ديالها. كاين التقليدي وكاين العصري، والناس هما تيهتموا في عيد الضحية باللبس ديالهم، الهندام ديالهم في الصباح تيكبغوا يكونوا لابسين، واخا كلشي تيكون على العيد وهذا كلشي تيبغي يكون لابس وكلشي تيبغي يجي يشري الحوايج. ووسط هذه الأجواء المبهجة كان الإقبال على معروضات الأزياء والإكسسوارات، أزياء تقليدية من تراث الزي التقليدي المغربي الذي زادت بهاءه لمسة من الموتيفات العصرية جعلت الإقبال عليها كبيرا. مناسبة عيد الأضحى كاين على أي لما ديال العائلة، الناس كتبغي تكون عندها الجديد فيما يخص طبلة المائدة ديالها كتبغي تزينها. الحمد لله الناس العيد والكبير ومشغولين، ولكن الحمد لله كاين الرواج، كاين المعرض، فيه كل شيء ما شاء الله. وفي كل مناسبة من المناسبات الدينية تتجدد طقوس الاحتفال، وبالوفاء المستمر والمعهود للموروث المغربي الأصيل الذي ظل مرتبطا بقوة بإحياء مثل هذه المناسبات العظيمة. نشاط الظهيرة متواصلة فيها أيضا سلسلة الورد العطري يخصها برنامج الجيل الأخضر باهتمام ودعم مالي. حفل للموسيقار عبد الحق صابر تكروين بالدار البيضاء تميزه معزوفات تنهل من التراث المغربي الأصيل. 400 مليون درهم رصدها مخطط الجيل الأخضر لتنمية سلسلة الورد العطري بإقليم تنغير لمدة 10 سنوات. مدينة الورود قلعة مجونة تنتج سنوياً أكثر من 3 قناطر في الهكتار، والتعاونيات العاملة في القطاع تشهد في تسويق وتثمين المنتوج. ريبورتاج زهاب عزيزي الحسن بالعالم. 1000 هكتار المساحة المغروسة بالورود في قلعة مجونة. التعاونيات المشتغلة في المجال تقوم بإنتاج وتقطير ماء الورد والزيوت الأساسية ومشتقات التجميل. في هذه التعاونية وصلت الكمية المقطرة إلى 10 أطنان رغم قلة الإنتاج بسبب الجريحة. بعد شراء الورد من الفلاح نقوم بالتجفيف والتقطير، ولا نقطر إلا الورود المتفتحة لأنها تعطي رائحة زكية وكمية جيدة. بعد ذلك نمر إلى التعليب ثم العرض للتسويق. تنتج مدينة الورود قلعة مجونة سنوياً 3.5 قنطار في الهكتار، والتسويق يتم محلياً وداخل المعارض الوطنية والدولية. منتوج بجودة عالية تؤكدها شواهد السلامة الصحية. من 2017 ل 2024 قدرنا نديروا المنتوجات اللي هما عندهم الأوبي، عندهم الترخيص الصحي، عندهم لاتيستاسيون ديال وزارة الصحة، والحمد لله يعني تم الإقبال ديالهم. جئت من فرنسا وتوقفت بقلعة مجونة للتعرف على منتوجها من الورود. أجدها مواد متنوعة جميلة بل رائعة.
تري تري بو تري تري زاغريابل. 400 مليون درهم رصدها الجيل الأخضر لتنمية سلسلة الورد العطري بإقليم تنغير لمدة 10 سنوات في البرنامج التثمين والتسويق عبر دعم السقي بالتنقيط وإنشاء وحدات عصرية للتقطير. في الخبر الرياضي، فريق الدفاع الحسني الجديد ورغم تعادل وفوز منافسيه انتزع بطاقة الصعود إلى القسم الأول من البطولة الوطنية الاحترافية. وتعادل الدفاع أمس مع مضيفه أولمبيك تشيرا بنتيجة بدون أهداف ليضمن وفي الجولة الأخيرة العودة إلى القسم الأول رفقة النادي المكناسي الذي حجز بطاقة الصعود منذ الدورة 27. أنس فوبار. هكذا بدا المشهد بملعب تراست بإنزغان مباشرة بعد إطلاق الحكم كريم صبري صافرة نهاية مباراة أولمبيك تشيرا والدفاع الحسني الجديدي، معلنا بداية الاحتفالات بعد عودة الفريق الدكالي إلى قسم الكبار بعد عام واحد فقط من الغياب. الفريق الجديدي أنهى الموسم على إيقاع التعادل السلبي أمام أولمبيك تشيرا، تعادل كان كافيا للدكاليين للصعود إلى قسم الأضواء متفوقين على الاتحاد الإسلامي الوجدي بالنسبة الخاصة. بقيادة المدرسة البرتغالية في شخص خورخي بايتشاو أسدل الدفاع الحسني الجديدي الستارة على الموسم في المركز الثاني ب 52 نقطة جمعها من 13 فوزا ومثلها من التعادلات، بينما مني بالخسارة في 4 مباريات. رياضيا دائما، إيطاليا تستهل مشوار الدفاع عن لقبها بطلة لأوروبا بفوزها أمس على ألبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ليورو 24 المقام بألمانيا. وعن المجموعة، حقق المنتخب الإسباني بدوره الفوز على كرواتيا ب3 أهداف دون مقابل لتتصدر بذلك المجموعة الثانية بفارق الأهداف. أمس أيضا وعن المجموعة الأولى، هذه المرة تغلبت سويسرا على المجر ب3 أهداف مقابل هدف واحد لتحل ثانية بعد منتخب البلد المضيف ألمانيا الذي كان تفوق على اسكتلندا في لقاء الافتتاح يوم الجمعة الماضي ب5 أهداف لهدف واحد. منافسات كأس أوروبا لكرة القدم تقام على الملاعب الألمانية بين 14 يونيو ورابع عشر يوليوز المقبل. وصلنا وإياكم مشاهدينا اللحظة لفقرة ضيف الأحد، ونستضيف فيها هذا الأسبوع الممثل والمخرج المغربي حميد زيان. أهلا وسهلا بك سيد حميد زيان. شكرا لك أستاذة، شكرا القناة الثانية على الاستضافة، وأنا سعيد بتواجدي معكم. مرحبا بك. نستهل حوارنا معك سيد زيان بأحدث ما تشتغل عليه حاليا من أعمال وعمل تلفزيوني من صنف الكوميديا، فيلم بعنوان الشريحة. الشريحة أو هو لابيس، يعني العنوان الموضوع اللي غيكون على جينيريك هذا العمل، هو عمل تلفزيوني كوميدي من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية القناة الأولى. والجميل في هذا العمل هو يجمع مجموعة من الممثلين الكوميديين، لأن دائما تكون سعيد بتواجدي معهم. تلقوا هناك رفيق بوبكر، ابتسام العروسي، محمد الخياري، خالق فهيد، سعدية أزقون، يعني هؤلاء الممثلين أكيد يعني تيعطيو إضافة جميلة للعمل. والعمل اللي هو عشاني اللي جميل واللي عجبني فيه هو يتناول موضوع الساعة، هي يعني علاقتنا اللي أصبحت مرتبطة جدا بوسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها الإيجابي والسلبي على حياتنا وعلى مجتمعنا. ربما هو تواصل المعاهدنا عليه من تطرق لمواضيع اجتماعية في الأعمال ديالك. وهذا هو التوجه ديالي، لان دائما تنحاول من خلال الاعمال ديالي نكون قريب من الجمهور، من الجمهور العريض. يعني دائما تنسعى الى اختيار واحد المواضيع اللي هي تتهم يعني الجمهور ديالنا وتتهم المجتمع ديالنا وتنطرح النقاش. سنتابع معك حوارنا هذا سيد زيان. قبل ذلك سنعرض هذا البورتري الذي رسمه لك بالصوت والصوره الزميل طارق غانم. نتابع هذا البورتري. الكاميرا هواؤه الذي لم ينقطع، سلك طريق الإبداع الفني ممثلا ومخرجا. هذا مشهد من فيلمه الجديد لابيوس أو الشريحة،
حميد زيان الذي درس الفنون الجرافيكية والتصوير اشتغل منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي مع الفرقة الوطنية لدار الإذاعة والتلفزة المغربية ممثلا أولا ثم مخرجا، تتلمذ على يد جيل الرواد فكان له شعلة مضيئة تنير درب مساره الفني. راضية باكورة مسلسلاته لقي وقتها نجاحا كبيرا، مسلسل فتح الباب أمام زيان لوضع اسمه بين المخرجين المغارب المجددين ولسبر أغوار قصص بأبعاد اجتماعية في قالب فني. حميد زيان مخرج مغربي متمكن أكاديمي، يعني عنده فورماسيون ودار دي ماستر كلاس ودار دي فورماسيون أكاديميك اللي أهلوه أنه يميتريزي الأدوات التقنية سورتو ديالو. حميد زيان بالنسبة لي أنا مركب من 50% الفنان المبدع المعطاء و 50% الإنسان. أي ممثل كن على يقين سولتي على حميد زيان اللي اشتغل معاه وقلتي ليه كيجيك حميد غيقول لك من أروع المخرجين اللي كان نرتاحوا معهم في الخدمة، اللي كيفهموا الممثل، لأن اللي كيكون دايز في التمثيل وكيدير الإخراج كن على يقين أنه غيكون مخرج في المستوى، لأنه تيحس وتيعرف بحق الممثل. الشياطين لا تثوب، عائدون، شهادة حياة، والخطاف، وشهادة ميلاد، وغيرها كثير من أفلام ومسلسلات قربت حميد زيان من الجمهور الواسع. نجاح اختار معه زيان أن يركب التحدي، أخرج المسلسل الأمازيغي أفادار والفيلم السينمائي بيلوفاس حاز به على جائزة أفضل فيلم إفريقي بمهرجان السينما الإفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية. الاشتغال مع حميد زيان تيكون في أجواء جد مريحة، لأنه هو عنده واحد لينيرجي كي ديجاجيها في البلاتو كامل، لأنه صاحبنا ما كيش ذاك الفارق الكبير، ذاك الهيرارشي الكبيرة ما بين المخرج وما بين الممثلين ولا التكنيسيا. دونك هاد الشيء هذا مهم جدا باش أننا نقدروا يكون عندنا واحد السلاسة في لي بروبوزيسيون اللي بغينا نبروبوزيو عليه. تلاقيت معاه في مجموعة أعمال من من من, من بداية التسعينات حتى لدابا، اشتغلت معاه في مسلسل البحث عن المجهول، اشتغلت معاه في مسلسل في السلسله الفكاهيه سيرة نجيم من تاليف مصطفى المسناوي المرحوم، يعني وليد اللي كبر حدانا كبر كممثل، هو ممثل في حد ذاته. يحرص في انتاجاته على تيمة المجتمع بظواهره المعقده وانفتاحه على الوسائط الاجتماعيه، مستخدما في ذلك تقنيات سينمائيه متقدمه من تصوير وديكور واضاءه وزوايا ولقطات. حميد زيان فنان جاور الرواد، راكم تجربة ثلاثة عقود جعلت منه ممثلا ومخرجا يبحث في أدق التفاصيل، يعشق التحدي كما يقول، ويتطلع للإبحار في عالم الفن بسفينة الإبداع. أعود إليك المخرج حميد زيان في هذا البورتري الذي كان بعدسة زميلة عبد العالي مكاوي. تابعنا الكثير من الشهادات في حقك، هل تود التعليق عليها؟ في الحقيقة أنا شرف كبير لي أن مثل هؤلاء النجوم، يعني هم معروفين على المستوى يعني الوطني سواء في السينما أو التلفزيون، كل هذه الكلمة في حقي ما إلا نشكرهم ونقول لهم شكرا جزيلا لكم، وانتم دائما أصدقائي وإحنا دائما أصدقاء وزملاء، والله لقينا دائما في أعمال نقدموا يعني أحسن ما عندنا. طيب سيد زيان، هذا المشوار اللي كان سحق هذه الشهادات اللي ذكرناها، لو نعود إلى بدايته، كيف كانت البداية؟ كيف اخترتم يعني مجال التمثيل والإخراج والتكوين في هذا المجال؟ هناك البداية وهناك ما قبل البداية. ما قبل البداية كانت مع مسرح يعني الهوات، أكيد يعني مع فرقة اسمها فصول أربعة مع الأستاذ عبد القادر بوزيد، وكنت محظوظا في التسعينات أنني التحقت بفرقة تمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية كممثل. ذاك الوقت كنت مازال طفل يعني، أو في بداية الشباب ديالي، كنت محظوظ أنني كنت تنشتغل إلى جانب مجموعة من الأسماء الكبيرة لهذه الفرقة، يعني تنشتغل مع الرواد المؤسسين للدراما المغربية. يمكن نذكر منهم أسماء حبيبة المذكوري، أمينة رشيد، محمد حسن الجندي، عبد الله العمراني، يعني كلها أسماء كبيرة، أسماء كبيرة وأسماء اللي هي أساسات الدراما المغربية. يعني أنا تنقول بأنني أنا جيت لهذا الميدان، جيت وأنا محظوظ أنني
في البدايات ديالي التحقت بهذه الفرقه، والتكوين ديالي كله التكوين الفني كان داخل هذه الفرقه، بحيث بدات كممثل وانتهيت مع الفرقه كمخرج، لا يعني مخرج اذاعي ولكن مخرج اذاعي وسينمائي وتلفزيوني، وكان هذا بفضل هؤلاء الرواد اللي اشتغلت معهم اللي شجعوني ودفعوني يعني، وقالوا لي ان راه ممكن تمشي في الاخراج احسن ما تمشي في التمثيل. اذا مشيتي في الاخراج احسن ما مشيتي في التمثيل، كيف ما قلتي في الاعمال ديالك يلتئم دائم فريق من الممثلين يضم كما تابعنا اسماء حاضره بقوه في الساحه، وكما تابعنا في تصريحاتهم وشهاداتهم في حقك، هناك ربما إجماع على أن العمل معك يخلو من الحواجز كيفما كانت، وهناك سلاسة في التعامل مع الطاقم الذي تشتغل معه مهما كانت درجة احترافية وشهرة الممثل. من أين جاءت هذه السلاسة في التعامل مع الممثل؟ هذه السلاسة جاءت أن بدايتي كانت في التمثيل، فأنا لما أشتغل مع الممثل فأنا تنحس بالممثل، تنشعر بالممثل، لأن لما كنت أمارس التمثيل وكنت مساعد المخرج يعني قبل أن أكون مخرجة، لأن مارست التمثيل أدوار يعني اللي كانت مهمة كانت عندي لما كنت مساعد مخرج، أما لما تحولت إلى مخرجة صعيب ندير أدوار مهمة وندير الإخراج، صعيب تكون أمام الكاميرا ومن خلفها، ركزت على الإخراج، ولكن لما كنت مساعد مخرج كنت يعني عندي الوقت ندير التمثيل، فكنت دائما أقول أن لما أكون أمام الكاميرا خمس دقائق يعني تنصاب واحد العياء اكثر ما انا تندير مساعد مخرج وانت تشتغل 16 ساعه، لان التمثيل يعني شي حاجه اللي هي تاخذ من الطاقه ديالنا يعني واحد يعني بشكل كبير، فيعني ما تحس بالممثل الا الممثل، فالممثل باش يمكن يدخل معك في الدور ويكون معك خصو توفر له الراحه يعني، والراحه هي اول حاجه تجي من عند المخرج، لان خصك تخليه بعدا يثق في نفسه يعني هي لا ديريكسيون داكتور يعني إدارة الممثل، ليس فقط الإخراج والوقوف على الجانب التقني وعلى الصورة واللقطة. لا، إدارة الممثل هي أن أول حاجة يجب أن تكون قريب من الممثل، أنك تصاحب معها الممثل، وأنك حتى أن ميران تطرح السؤال كيفاش تندير ديريكسيون داكتور، لأن أغلب الممثلين تيكونوا عندي يعني في أدوار ديالهم ناجحين. هو السر هو أنني عمري ما تنحس بالممثل بأن تندير له الإدارة، حيت لما تتشعر الممثل بأنك تدير له سلطة المخرج تدير له الإدارة فهو تتفقد الثقة في نفسه، ولما تتفقد الثقة في نفسه فهو ما تيبقاش مركز على الدور ديالو، تيولي مركز عليك أنت كمخرج واش أنت مقتنع به كممثل أو لا. ولكن أنا تنحاول أن الممثل نخلي له الحرية ديالو، ما نحسش بانه راه هو انا تنديريجي او انا تنوجهه، تخلي الاقتراحات ديالو الا كانت هي يعني غاده في السياق وغاده مع الشخصيه فمن طبيعه الحال تنرحب بها، الا كانت ما غاداش في السياق فتنحاول نوجهه بطريقه غير مباشره، تنقول له مزيان هذا الاقتراح ديالك ولكن حب هذا لو انك مثلا تضيف هذه او لا تنقص هذه، باش ما نحسوش بان الاقتراح ديالو ما كانش في المستوى، باش لان كما قلت لك الثقه في النفس انك تخليها للممثل واش يثق في نفسه يعني مهمه بالنسبه للديريكسيون داكتور. طيب الى جانب سيد زيان هذا التحكم في هذه التقنيات وهذا التواصل مع طاقم التمثيل والتحكم ايضا في الجوانب التقنيه بالنظر لتكوينك وبالنظر للخبره اللي راكمتيها، المحتوى يعني تركز كثيرا على القضايا والمواضيع الاجتماعية كما أشرنا، ما هي بوصلتك والطريقة التي تعتمدها في معالجتك لهذه المواضيع؟ هو أنا بكل صراحة أنا التوجه ديالي يعني في الإخراج التلفزيوني أو السينمائي هو توجه يعني ندير أعمال لتتوصل الجمهور، يعني أعمال إلى الجمهور العريض، وهذا ربما راجع إلى التكوين ديالي اللي هو ذكر دابا هو يعني مسرحي المسرحي والإذاعي، لأن نحن كنا في فرقة التمثيل قسم التمثيل العربي كان همنا الوحيد هو أننا نوصل للجمهور وأن ندير أعمال ومسلسلات درامية إذاعية لتوصل أكبر عدد من المستمعين، ولكن تكون هناك أعمال للجمهور العريض وكان تحمل رسائل تناقش مواضيع يعني ماشي أفكار خاوية كما تنقولوا. ربما أنا التكوين ديالي هو اللي مأثر عليا في حياتي الفنية اليوم، فأنا دائما تنختار يعني مواضيع جادة، مواضيع تهم المجتمع ولكن تكون موجهة للجمهور العريض، لأن
شنو الهدف انني ندير واحد العمل اللي غيفهمو غير واحد فئه معينه، ندير واحد العمل اللي ما غيوصلش الجمهور. دونك انا ما درتش، خصوصا وهي اعمال تلفزيونيه، التلفزيون اللي كيدخل عند كل مواطن البيت ديالو في شرائح مختلفه ومناطق مختلفه. اكيد، وحنا لان بحكم انني مارست التمثيل فالحمد لله يعني كاين واحد الفئه من الجمهور تعرفوني، ما تخرج الشارع تنطلق مع الناس نتناقش معهم وتنحاول نفهم اشنو باغي الجمهور منا. الجمهور هو باغي اعمال مغربيه، أعمال يعني تصور بتقنيات سينمائية عالية، يعني هذا المستوى التقني، ولكن على مستوى المواضيع ومستوى الشكل يعني يجب أن تكون بطابع مغربي، يحضر فيها نقاش مجتمعي في مواضيع تهم المجتمع وربما تغيب وهي طابوهات ربما ومواضيع حساسة، وربما لا نقول حساسة بقدر أنها صعبة التناول. أنتم كمخرج ركزتم على بعض المواضيع التي يصعب تناولها، خصوصا حين يتشابك فيها ما هو ديني وما هو مجتمعي. أتحدث هنا عن سلسلة الشياطين لا تتوب التي بثت في رمضان الماضي على القناة الثانية. هناك أيضا العمل الجديد بنت الفقيه، يعني مثل هذه الأعمال تحتاج ليس فقط إلى الجرأة بل إلى ربما أن تكون محيط بالموضوع من مختلف الجوانب حتى لا نسقط ربما في ما هو الترويج لصور نمطية معينة. أكيد، فالشياطين لا تتوب يعني هما الشياطين الذين يتاجلون في الدين، الشياطين الذين يتخفون في جلباب الراقي التي حسب السيناريو وحسب يعني أحداث السيناريو. فهناك شياطين تتخفى في جلباب الراقي كما قلت وتنصبوا على الناس المساكين عندهم تكوين بسيط وناس يعني سوداج فاش تسرقوا الأموال ديالهم. ومع الأسف أنا قبل ما صور السلسلة حاولت نتلقى مع بزاف ديال الناس اللي تلقاو وتعرضوا لهذا النصب هذا، فاكتشفت أشياء أخطر من هذا. يعني المسألة ما تتعلقش غير بسرقة الأموال، ولكن بعض الأحيان تتوصل إلى مسائل لا أخلاقية. وهذا هو الخطير في الموضوع، يعني هذه هما الشياطين التي لا تتوب. أما بالنسبة لبنت الفقيه، بنت الفقيه يعني هو فيلم سينمائي طويل يعني من بطولة ابتسام تسكات ورابية القاطي وحسن فلان. هو عمل يعني كما قلت هو موجه للجمهور العريض، ولكن يحمل رسالة يعني تحفز الفتاة المغربية سواء كانت في القرية أو في المدينة. يعني منك عندها شي طموح وتكون تتآمن به فلا بد ما تكافح من أجله وتحدى كل العراقيل وكل الحواجز ممكن تصادفها في حياتها باش توصل للهدف ديالها. لأن قصة بنت الفقيه هي تتكلم على فتاة عشقات أنها تدخل الميدان الفني، ولكن مع الأسف لقات العرقلة، الأول عرقلة لقات هي أنها بنت الفقيه. يعني هذا هو المشكل، فتعرضات لواحد المجموعة ديال المشاكل سواء من العائلة ديالها سواء من المحيط ديالها لا لشيء إن لأن الأب ديالها فقيه. طيب، هي مواضيع مجتمعية شائكة نوعا ما، في مثل هذه المواضيع ليست وحدها الرؤية الإخراجية هي التي تهم، المهم أيضا وبدرجة أكبر السيناريو والرسائل التي نمررها عبر كل حوار وعبر كل جملة. هل تتدخل هنا كمخرج ويكون هناك تنسيق مع كتاب السيناريو والحوار؟ يعني كيف يجري الأمر بين الفريق؟ لا أكيد، يعني المخرج لا بد ما يتدخل في السيناريو، لأن كما أقول دائما احنا ديما تنتكلم على أزمة سيناريو، وفي الحقيقة ما عندناش أزمة سيناريو، عندنا أزمة أفكار. يعني الأفكار هي اللي أصبحت تكرر نفسها اليوم، أما السيناريو هو كتابة تقنية. أنا لما تلقى أنا مثلا فكرة اللي ترتاح لها، فكرة اللي ممكن نمرر منها شي خطاب معين، فهناك أنا تنسق مع السيناريست. مثلا أنا أشتغل كثيرا مع الأستاذ عيسى وهبي، يعني تنسجم اللي هو صديق، فتنجيبوا فكره وتناقشوها وتنكتبوا بطريقه سينمائيه، طريقه تتماشى مع التقنيات اللي غتكون توفر الانتاج لنا باش يكون عمل يعني متميز، لا على مستوى القصه ولا على مستوى السينما ولكن حتى على مستوى التقني، لان الجمهور المغربي اليوم اصبح يعني منفتح على يعني على الدراما العالميه، فهو اليوم يشاهد الدراما التركيه والدراما الكوريه والدراما الهنديه والدراما الامريكيه والدراما الاوروبيه. يعني وهذا الشيء يعني لي بلاتفورم اللي اصبحت اليوم لعبت دور كبير في هذا. فاحنا كمغاربه اليوم يعني كمنتجين او كمخرجين ولا كفنانه ما مسموح لناش نجيو نقدموا
عمل فني باي طريقه. فلا بد ما خصنا نراعيو الجانب التقني اللي خص يكون في المستوى هذا الجمهور اللي هو جمهور يعني يستحق منا الافضل. طيب في مسيرتك يا سيد حميد زيان طرقت ايضا باب الفيلم الامازيغي، فيلم افاذار، فيلم الريف من منطقة الريف، انفتاحك على الرافد الأمازيغي من الهوية والثقافة المغربية هو إغناء وتنويع لتجربتك؟ نعم، هي الدراما الأمازيغية هو شرف كبير لنشتغل في الدراما الأمازيغية، وأنا انطلقت يعني عندها خصوصية عند الدراما الأمازيغية متميزة، هي تبقى دراما مغربية ناطقة بالأمازيغية. يعني أنا أنطلق من هذا المبدأ لأشتغل في الدراما الأمازيغية، يعني أشتغل في الدراما الأمازيغية بالروح وبنفس الحب وبنفس التقنية التي أشتغل بها في الناطقة بالدارجة، سواء كانت مثلا في التلفزيون في القناة الأولى ولا الثانية أو السينما. أنا ما تنفرقش على مستوى التقني وحتى على معالجة المواضيع. أكيد يعني اختلاف فقط الدراما. فأنا شرف كبير أني أنا أشتغل في الدراما الأمازيغية، وأنا كنت محظوظ أن انطلقت في الإخراج المسلسلات الأمازيغية مع انطلاق القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. وكانت البداية في أول مسلسل اشتغلت فيه هو مسلسل تماويت، وكان هذا في المسلسل الثاني اللي كانت نجته القناة الأمازيغية. طيب أنت من المخرجين الذين لأعمالهم مكان على التلفزيون في أوقات الذروة في رمضان خلال السنوات الأخيرة والمواسم الماضية، هو في حد ذاته شهادة نجاح؟ يعني أقتبس هنا من عنواني فيلميك شهادة ميلاد وشهادة حياة. نعم، لان اي مخرج لما تدير واحد العمل فاش تكون الهدف ديالو هو ان هذاك العمل خصو يوصل للجمهور. لما تتحس بان هذاك العمل وصل للجمهور وبان لقى استحسان الجمهور، ودابا حنا يعني وسائل التواصل الاجتماعي قربتنا اكثر من الجمهور، يعني لما تتحط واحد الفيلم يعني في الانترنيت وهذا وتبداو توصلوا بعض التعاليق بعض الرسائل اليوم، يعني سهل ان الجمهور باش يلقى العنوان ديالك، يعني تدخل وسيله من وسائل وسهل ايضا انك تجس نبض الجمهور وتعرف رد الفعل ديالو. رد الفعل ديالو دابا صبحوا تي لسونا مباشره. انا لما تنفتح واحد يعني واحد وسائل التواصل الاجتماعي فتلقى مجموعه من الرسائل، هناك انتقادات، هناك تشجيعات، ولكن كما قلت يعني بهذا الوسائل وحنا تنزلوا يعني وتنحاولوا نوصلوا للراي ديال الجمهور باش نعرفوا واش حنا يعني غادي في اتجاه الصحيح واتجاه الاتهام الجمهور المغربي او لا حنا مشينا بعيد، تنحاولوا نصحوا الاخطاء ديالنا. طيب في هذا السياق ايضا الانتاجات الدراميه والسينمائيه المغربيه تحسنت كثيرا خلال السنوات الاخيره من حيث الكم، اكيد ينعكس ذلك ايضا على الكيف. كيف تقيمون أنتم المشهد التلفزيوني والسينمائي المغربي جودة وكما؟ شوف أكيد يعني الدراما المغربية تطورت بشكل كبير. أنا أقولك بالحجة أني بدأت كمساعد مخرج في التسعينات يعني في 1990، وللإشارة أول شريط تلفزيوني تم إنتاجه من طرف القناة الثانية كنت أنا مساعد مخرج فيه سنة 2000 شريط مع الأسف غاب العنوان عنه لبأس بذلك، ولكن كنت سعيد بهذه المشاركة ديالك في أول شريط تلفزيوني للقناة الثانية. فأنا واكبت مرحلة ديال تطوير الدراما المغربية من التسعينات إلى اليوم. فالدراما المغربية تطورت بشكل كبير على المستوى التقني وعلى المستوى الفني ولا حتى على مستوى التشخيص، لان اصبح اليوم عندنا ممثلين محترفين ممثلين متمكنين، لان المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لعب دور كبير انه غنى الساحه الفنيه بممثلين متكلمين. حتى ولا عندنا الجمهور يطلب الانتاجات المغربيه، ابتعد نوعا ما عن يعني تسيد المشهد المصري والسوري الذي عشناه في السنوات الماضيه. الجمهور المغربي اصبح يواكب الدراما المغربيه وصح يعشق الدراما المغربيه، وهذا الشيء ماشي غير في المغرب، حتى الجاليه المغربيه حنا بحكم الخدمه ديالنا تنسافروا بزاف الى اوروبا الى كندا الى امريكا، يعني وتنصادفوا الجاليه المغربيه هناك تفضل يعني الدراما المغربيه على اي دراما. انا تنتفاجئ لما تمشي مثلا يلا كنت في كندا تمشي الناس تنطلق معهم تيتكلموا معايا على الشياطين لا تتوب، يعني الدراما المغربيه اصبحت حاضره يعني بقوه في الساحه الفنيه ماشي غير في المغرب ولكن حتى في الخارج المغرب، وهذا من خلال يعني المواكبة ديال الجالية المغربية لأعمالنا الفنية.
أشكرك جزيل الشكر بهذا نختم معك هذا اللقاء. المخرج والممثل حميد زيان شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذة، وأنا سعيد بتواجدي معكم، وشكرا للطاقم الفني والتقني. شكرا جزيلا. ونختم النشرة بحفل للموسيقار عبد الحق صابر تيكروين بالدار البيضاء رفقة مجموعته الموسيقية، أدى معزوفات متنوعة منها ما ينهل من التراث المغربي. روبورتاج يوسف الغازي تحرير جهان دوبلالي. هو سفر موسيقي عبر الزمن أبدع من خلاله الفنان صابر تيكروين، والذي مزج في ريبرتواره الفني بين ترانيم العود وتقاسيم القانون، والنتيجة لوحة موسيقية تنهل من تجربة فنية مميزة. مجموعة من المقطوعات الموسيقية من عدد من الألبومات اللي سبق لي صدرتها هذه أكثر من 3 سنوات 4 سنوات، وفيها مقطوعات اللي قدمت اليوم ما سبقش لي انها تسجلت. فوالا هذا هو علاش خدينا سفر، يعني سفر في الانغام وفي الايقاعات المتنوعه. وكنحيي الجمهور وتنقول لهم بانكم انتم هما السند ديالي في هذه التجربه الموسيقيه اللي انا ماشي فيها. الانغام كانت متنوعه وفي الغالب ديالها كانت انغام اللي هي مغربيه قديمه تنهل من التراث المغربي وايضا من التراث الاندلسي والفلامينغو، يعني اشياء اللي هي كانت ما كتحسش بالملل وانت كتسمع لهذه الانواع ديال الموسيقى. رحلة موسيقية حملت الجمهور في هذه الأمسية إلى عوالم الفن، فاستمتع بمجموعة من المقطوعات المتنوعة من حيث الأنغام والإيقاعات. هذا النوع ديال الموسيقى اللي افتقدناه في اطار في واحد الظروف اللي ولات واحد الهجوم شرس على الفن الملتزم والفن الراقي، الان انه السي عبد الحق كيعاود يحيي فينا هاد الحس الجميل. اللي زوين بزاف هو الموسيقى اكثر من الاغنيه، عجبني بزاف هذا العرض، هذا جميل جدا. اتمنى ان بحال التطورات تكثر، تكون عندها حافز للناس يحاولوا يتفرجوا فيها، وتكون كما تيقولوا مهدئ للجانب النفسي. الأمسية تميزت بمعزوفات أطربت الحضور وعازفين أبدعوا في تقديم وصلات منفردة لروائع موسيقية طربية تعكس الحس الإبداعي للمجموعة. في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. الحجاج يتوافدون على بيت الله الحرام، يتوافدون على المسجد في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك لأداء طواف الإفاضة غداة أدائهم الركن الأعظم بالوقوف بعرفة. والعيد يحل على الفلسطينيين وقطاع غزة مدمر تحت طائلة العدوان الإسرائيلي وسط حديث عن هدنة تكتيكية أرساها الاحتلال. في المملكة يومه الأحد آخر أيام اقتناء الأضحية عشية العيد، وقفنا عند الإقبال والعرض والأثمنة في سوق حدس والمنواحي الدار البيضاء. وفي فقرة ضيف الأحد استضفنا هذا الأسبوع كما تابعتم مشاهدين المخرج والممثل حميد زيان. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزين.ma وتطبيق ماي دوزين. بعد هذه النشرة تلتقون بالبرنامج الرياضي الأسبوعي ريبلاي. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.